والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم ألهمنا الصواب في القول والعمل، وأطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك على النحو الذي يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته في هذا الأمر العظيم الذي اجتمعنا من أجله، وهو تدارس أحكام تجويد كلام الله سبحانه وتعالى من خلال كتاب من الكتب التي حوت هذا العلم، وهي المنظومة المعروفة بالمقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله، وهو من علماء القرن الثامن وبداية التاسع الهجري. أولا نريد أن نعرف شيئا عن هذا العلم الذي يقال له علم التجويد، من أين جاء ومتى بدأ وما الحاجة إليه. نحن نعلم يا إخواننا أن آخر كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء هو القرآن العظيم، أنزله بلسان عربي مبين على قلب نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام عربيا من قوم عرب، نزل القرآن الكريم بلغته وبلغتهم، فهم الذين خوطبوا به. ولكن لما دخل في الإسلام غير العرب بدأ يظهر فساد في الألسنة، لأن الإنسان الذي لم يعتد لغة من اللغات مهما حاول أن ينطقها يبقى فيه أثر العجمة. وقد ظهرت بدايات ذلك في عصر التابعين، فمن ذلك ما ذكر عن أبي الأسود الدؤلي التابعي الجليل الإمام العظيم أبو الأسود الدؤلي، أنه قالت له ابنته مرة وقد رفعت رأسها إلى السماء في الليل، فقالت: يا أبتي، ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، فضمت اللام. فقال لها أبو الأسود: نجومها. نجومها خبر لمبتدأ محذوف، تقديره أجمل شيء في السماء نجومها. فقالت: يا أبتي، إنما أتعجب، يعني أنا لا أستفهم، لا أسألك ما هو أجمل شيء في السماء، وإنما أتعجب.
قال يا بني إذن فافتحي فاكي، فافتحي فاكي يعني لا تقولي ما أجمل، بل قولي ما أجمل السماء. أرأيتم كيف دخل اللحن؟ اللحن هو تغيير الإعراب وبالتالي يتغير المعنى. ويذكر في أيضا أن سيدنا عليا رضي الله تعالى عنه طلب من أبي الأسود أن يضع علامات تعين الناس على قراءة القرآن، فاستعظم أبو الأسود ذلك ووجدها مهمة صعبة واعتذر. إلى أن مرة في الطريق فسمع قارئا يقرأ بداية سورة التوبة ويقول فيها وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، هكذا قرأ القارئ. فصارت ورسوله معطوفة على من المشركين، من حرف جر والمشركين اسم مجرور، فصار نسأل الله العافية المعنى أن الله بريء من المشركين وبريء كمان من مين؟ فقف شعره وقال حاشا أن يتبرأ الله من رسوله. كان على القارئ أن يقول إيش؟ ورسوله، يعني ورسوله بريء من المشركين، واضح يا إخواننا؟ فلما سمع ذلك عاد إلى سيدنا علي وقال قد أجبتك لما سألت، يعني شعر بأن هذا صار متعين عليه لأنه يعني من أعلم الناس بهذه الأمور. وقال له سيدنا علي ضع للناس قواعد ينحو الناس نحوها، ينحو الناس نحوها، فمن هنا جاءت كلمة النحو. فقال له، قال أبو الأسود لسيدنا علي ائتني بغلام فطن كاتب. فأتاه بكاتب شاب فطن وبين يديه يعني مصحف مكتوب، وأنتم تعلمون أن العرب لم يكونوا ينقطون الكتابة، لا نقط الإعجام ولا نقط الإعراب الذي سنتكلم عنه بإذن الله. فقال لهذا الشاب الكاتب وقد أخذ مدادا أحمر، حبر أحمر، كانوا يعظمون السواد، السواد اللي هو الحبر الأسود، لأنه كتب به ما كتب بين يدي رسول الله، لا يريدون أن يزيدوا على الشيء النبوي شيئا من جنسه، فكانوا يكتبون بالمداد الأسود المكتوب بين يدي رسول الله، فإن زادوا شيئا زادوه بالحمرة أو بالصفرة هيبة للخط النبوي. فلذلك تجدون أحيانا في بعض الكتب وهذه القراءة شاذة لمخالفتها السواد، مو السواد اللي هو يعني السواد الأعظم من الناس أو لا، مخالفتها ما كتب بالحبر الأسود وهو المدون بين يدي رسول الله، وسنأتي على ذلك. فقال أبو الأسود لهذا الغلام إذا رأيتني فتحت فمي فضع نقطة فوق الحرف، وإذا رأيتني ضممت شفتي فضع نقطة قدام الحرف أو أمام الحرف، وإذا رأيتني خفضت فكي فضع نقطة تحت الحرف. من هنا بدأ ما نسميه الآن نحن الحركات الثلاث، فتحة وضمة وكسرة، بدأت على شكل نقاط حمراء. انتبهنا؟ إذن كما يقولون الحاجة أم الاختراع. انتبهنا لما ظهرت الحاجة في المجتمع الإسلامي لهذا الأمر، بدأ العلماء يعني يهتمون، كل هذا حرص منهم على عدم تغيير شيء من كلام الله سبحانه وتعالى وألا يدخل عليه شيء من التحريف والتبديل. نحن نعلم يا إخواننا أن القرآن العظيم يتألف من سور 114 سورة، أليس كذلك؟ والسورة تتألف من آيات، والآية تتألف من جمل، والجملة تتألف من كلمات، والكلمة تتألف من حروف. فأصغر وحدة بنائية في صرح القرآن العظيم إنما هي الحرف. من هنا وجه علماؤنا عنايتهم إلى الحروف،
وصاروا يبحثون فيها، ما كان الأمر بحاجة. يعني مثلا أهل الشارقة الأصليون ليسوا بحاجة لمن يعلمهم لهجة أهل الشارقة، أخذوها مع الحليب من أمهاتهم، يعني ينطقونها كما قال الشاعر القديم: ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب. انتبهنا؟ هذا النحو يعني أنتوا اشتغلوا فيه أنتوا، أما نحن بالنسبة يتكلم عن نفسه يعني أنا أتكلم بالسليقة هكذا. فإذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم بحكمهم عربا بحاجة إلى من يعلمهم مخارج الحروف ولا صفات الحروف، لأنهم يتكلمونها كلاما عاديا هكذا كما أتكلم وتتكلمون. لكن لما فسدت الألسنة بدخول غير العرب في الإسلام وظهر اللحن وتفشى اللحن اللي هو التغيير، يعني ظهرت الحاجة. يقول سيبويه رحمه الله، وسيبويه إمام الكل بلا منازع، يقول عن شيخه الخليل ابن أحمد الفراهيدي: إن الخليل ذاق الحروف. شوفوا التعبير ما أجمله، كيف يعني أنا وأنتم نمسك لقمة فنضعها في فمنا ما نتذوقها، إن الخليل ذاق الحروف. انتبهتوا؟ يعني جلس يقول مثلا خا خا خ خا خا خو خو، يتذوق الحرف ويقلبه يمينا وفت مفتوحا ومضموما ويستشعر من أين، ثم يصف فيقول: الخاء من كذا، با با أب أب، بو بو، بي بي، يقلب الحرف يمينا ثم يقول: الباء من الشفتين. انتبهتم؟ هكذا حتى وصف لنا أماكن خروج الحروف العربية. بعد أن وصف أماكن الخروج للحروف العربية وحصرها في 29 حرفا منطوقا كما سيأتي معنا، وجد بأن هذا لا يكفي. ليش لا يكفي؟ يعني لو قال قائل: الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، ماذا يقول له أستاذه؟ هل يقول له إن مكان إخراج الراء خطأ؟ المكان صحيح، لكن هيئة الإخراج خطأ، وهو ما نسميه صفات الحروف. إذن بعد أن ضبط علماؤنا مخارج الحروف وجدوا أن هذا لا يكفي. يقول واحد: خالدين فيها خا، ولا يقول خا، العربي يقول خا. وإلى الآن نسمع كثيرا من إخواننا، أنا سمعت وأفرح بهذا كثيرا، بعض إخواننا الذين من أصول بدوية، سمعت واحدا يقول: يا خالد، ينادي صديقا له فيقول: يا خالد. انظروا إلى التفخيم ما أجمله، تفخيم فطري، يا خالد، شيء جميل. لكن نحن أهل المدن الله يتوب علينا فسدت ألسنتنا، نقول إيش؟ خالد، خا. طب لو قال قائل: خالدين فيها أبدا، هل نقول له إن مخرج الخاء خطأ؟ المخرج صحيح، لكن هيئة الخروج ليست صحيحة، يعني صفة الحرف. من هنا بعد أن ضبط الخليل ابن أحمد الفراهيدي ومن بعده سيبويه مخارج الحروف، عادوا فضبطوا لنا ماذا؟ صفات الحروف. لكنهم نظروا في تلك الصفات فتبين لهم أنها أيضا قسمان، صفات تلازم الحرف مطلقا لا تفارقه، كما ذكرت عن الخاء منذ قليل: خا خو خي، كيفما قلبتها الخاء مفخمة كما سيأتي معنا. لكن أنا أقول: من آمن، من آمن، فأقرع النون بلساني، من آمن، وبعد قليل أقول: من فعل هذا؟ من؟ فأذهب من الميم إلى الفاء مباشرة، وبعد أيضا حين آخر أقول: ومن يقول هذا؟ ومن؟ من الميم. إذن هناك صفات تنشأ عند التركيب، وصفات ذاتية للحرف لا تنفك عنه. هكذا ذاق علماؤنا الأوائل رضي الله تعالى عنهم وجزاهم الله عنا كل خير الحروف، وضبطوا لنا الأصوات القرآنية ضبطا لا
ينخرم. ولما لم يكن في عصرهم وزمانهم ما نراه في عصرنا من آلات تسجيل للصوت والصورة، اضطروا لاستعمال الكتابة والوصف الكتابي بدلا من التصوير. لو كان في زمن سيدنا رسول الله بأبي وأمي كاميرات الديجيتال هذه والفيديو، وصوروا لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ونظرنا إلى فمه الشريف، ما كنا بحاجة إلى كل هذه الكتب. كان الواحد مننا يضع الشريط وينظر ويمتع عينيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمتع أذنيه بصوته صلى الله عليه وسلم، ويقلده ويحاكيه في نطقه بأبي وأمي هو. ولكن لما لم تكن تلك الآلات لجأ علماؤنا إلى أسلوب آخر، وهو الأسلوب المتاح في ذلك الزمان، وهو الإيه؟ الكتابة. فوصفوا لنا عن طريق ما أسميه التصوير الكتابي، التصوير الكتابي، وصفوا لنا التلاوة النبوية كيف هي، ونطق العربي في ذلك الزمان كتابة. ونقلوه أيضا من لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ينطق كما سيأتي معنا، كان ساداتنا الصحابة يسمعونه بآذانهم، أليس كذلك؟ ثم هم يعيدون بأفواههم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويقر أو يصحح، ويقر أو يصحح. إن سكت فسكوته إقرار، وإن كان ثمة خطأ فإنه صلى الله عليه وسلم يصحح بأبي وأمي. وهكذا فعل الصحابة مع الجيل الذي بعدهم، كانوا يقرؤون أمامهم والتابعيون يسمعون، ثم يعيد التابعيون والصحابة إما أن يصححوا وإما أن يقروا. قرأ رجل في الكوفة أمام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يقولون في الكتب مرسلة، مرسلة يعني غير ممدودة، لم يقل للفقراء والمساكين. سيدنا عبد الله بن مسعود بأبي رضي الله عنه من الصحابة الكرام، وتلقى من في رسول الله أكثر من 70 سورة كما ورد، شعر بأن القراءة فيها خلل، انتبهنا، ولم تكن القواعد قد قعدت بعده. ماذا يقول لهذا الإنسان؟ هل يقول له أذهبت المد المتصل؟ لم يكن لهذا المد اسم، المد موجود ولكن ليس له اسم، انتبهت، يعني المسمى موجود والاسم لم يكن قد استحدث بعده. فقال سيدنا عبد الله بن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمدها. انتبهتوا؟ طب أنا بدي أسألكم سؤال، هل فسد المعنى بترك المد الذي تركه هذا الرجل؟ ما فسد المعنى، ومع ذلك لم يرضى ابن مسعود رضي الله عنه تلك القراءة، فكيف لو فسد المعنى؟ انتبهتم؟ إذن نحن الآن يا إخواننا نريد أن نبحث في علم أسميه أنا أصغر العلوم الشرعية، فيما أعلم أصغر العلوم الشرعية علم التجويد. ليه؟ لتعلقه 29 حرفا، من عرف أماكن خروجها وصفتها حالة الخروج مفردة ومجتمعة فإنه يستطيع بحول الله وقوته أن يقرأ القرآن العظيم من الجلدة إلى الجلدة دون خطأ، فهو أصغر العلوم الشرعية، لكنه من أخطر العلوم، لأنه به، بهذا العلم الجليل، ضبطت ألسنة شعوب الأرض، وكلكم ولله الحمد يستمع إلى تلاوات طلاب للقرآن العظيم وشباب للإسلام من بلاد شتى، كما نرى في المسابقة الدولية في دبي وفي غيرها من المسابقات كمكة المكرمة وغيرها، نرى من شعوب الأرض كلها
ألسنة شتى، ألوانا شتى، كل منهم له عاداته النطقية اللغوية واللهجية. فإذا ما جاءوا ليقرأوا كلام الله فإذا بهم كرجل واحد. وهذا ما كان له أن يكون لولا هذا العلم العظيم الذي هو علم التجويد، الذي به حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل. أنتم تعلمون أننا في العاميات كشعوب عربية، يعني على نطاق الوطن العربي على الأقل، عندنا في العاميات أصوات نغيرها. فمثلا خذوا حرف القاف، في بلاد يجعلونه همزة مثل بلاد الشام ومصر والأردن، وبلغني أنه في بعض مناطق المغرب أيضا، يعني بدل ما يقولوا قالوا بيقولوا آلوا. طيب، وهذا الحرف أيضا في منطقة صفد بفلسطين وغيرها يجعلونه كالكاف، يقولون فكال له، كال يقول بدل إيه قال يقول. يعني إذا واحد بده يقول للثاني يا قلبي شو بيقول له؟ مشكل. وفي بعض المناطق من الوطن العربي يجعلونه جا، جا لا يقول. وفي بعضها الآخر يجعلونه جيم، مثل هذه البلدة التي نحن فيها، ماذا يسمونها بالعامية؟ فينطقونها بالجيم بدل القاف، ويقولون جدام بدل قدام، وهكذا. فهذه التحريفات العامية تصوروا لو أنها أبيحت في نطق القرآن الكريم كان القرآن راح. انتبهنا كيف؟ هذا يقول الرحمن الرحيم، وذاك يقول الرحمن الرحيم، وتصبح على خير، ما عاد في قرآن. هذا يقول لينذر يوم الطلاق، وذاك يقول الطلاق مرتان، يعني خلص ضاعت المعاني. المعاني ضاعت لأن الألفاظ ضاعت. لذلك قال سادتنا العلماء جزاهم الله عنا خيرا، قالوا الألفاظ قوالب المعاني. الألفاظ قوالب، جمع قالب، مثل الكأس والسائل. انظروا إلى هذا الكأس الذي في يدي والسائل الذي حواه، لقد تشكل السائل بشكل الإناء، ولو تغير شكل الإناء لتغير شكل السائل. فالكأس هو اللفظ والسائل هو المعنى. أنا أقول عسى، عسى هذا فعل عند العرب للترجي، ترجي حصول الشيء. عسى أن يرعسك ربك مقاما محمودا، عسى الله أن يتوب عليهم، تعالوا لنفخم هذه السين قليلا فقط، تفخيم ماذا تصبح؟ عصا. طيب عصا إن كانت اسما فهي الأداة التي يتوكأ الإنسان عليها، هي عصايا أتوكأ عليها. وإن كانت فعلا فهي عصى يعصي، خالف يخالف، وعصى آدم ربه فغوى. هل رأيتم يا إخواني كيف أن تحريفا بسيطا للصوت يؤدي إلى تغيير خطير فين؟ في المعنى. والقرآن العظيم هو الكتاب الخاتم، دستور البشرية من عصر محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، أو إلى أن يشاء الله. فلا بد من صيانته، لأنه إن فسد ليس بعده كتاب يصحح. فأفسد اليهود التوراة فأرسل الله سيدنا عيسى، أفسد النصارى الإنجيل فأرسل الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولكن إن فسد القرآن من يصلحه؟ ما عاد فيه، الكتاب الخاتم. لذلك لم يكل الله عز وجل حفظ هذا الكتاب إلى أحد، كما كالكتب السابقة بما استحفظوا من كتاب الله،
وكانوا عليه شهداء. القرآن قال إنا، وتكلم بنون العظمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انظروا إلى أدوات التوكيد، إن للتوكيد، اللام للتوكيد، الجملة الإسمية للتوكيد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد مر على نزول هذا الكلام المعظم 15 قرنا، وها هو ولله الحمد يتلى في بلاد الأرض شرقا وغربا وعربا وعجما كما أنزل. طبعا لما أقول يتلى أقصد المتقنين، أقصد المتقنين. وأما يعني من كان له حظ من تعلم نطق القرآن الكريم ولم يكمل المشوار فالله يوفقه، لكن لا عبرة بنطقه ولا يعتد بنطقه، العبرة والاعتداد بنطق الذين تصدوا لنقل القرآن، الأئمة القراء. الأئمة القراء هذا المصطلح مصطلح علمي، فالقراء في أمة الإسلام يا إخواننا كالفقهاء وكالمحدثين وكالمفسرين. ليس القراء كما اشتهر في العصور المتأخرة قوم امتهنوا قراءة القرآن العظيم في التعازي وفي الجنازات وما شابه، هؤلاء ليسوا قراء، هؤلاء جماعة مرتزقة يعيشون من تلاوة القرآن الكريم ويقرؤون هنا وهناك، ويسميهم الناس القراء مجازا، لكن القراء الحقيقيون هم أئمة علماء ضبطوا لنا نطق القرآن، أفنوا الشطر الأول من أعمارهم في تلقي القرآن وتصحيح نطقه على أشياخهم، وأفنوا الشطر الثاني من أعمارهم في الجلوس للإقراء والتعليم وتصحيح نطق أمة الإسلام. من هنا يقول الشاطبي رحمه الله في مطلع منظومته حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع، يقول جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا. يدعو لهم، فالقراء جزاهم الله عنا خيرا، هم شريحة من علماء الأمة تصدوا لنقل أصوات القرآن الكريم. هذا هو علم التجويد يا إخوة. هذا العلم طبعا بدأ كما ذكرت على أيدي العلماء القدامى في آخر المئة الأولى وبداية المئة الثانية على شكل ملاحظات وتنبيهات، بل بدأ من عصر الصحابة، ما لي أقول، بل بدأ من عصر الصحابة كما أسلفنا منذ قليل عن ابن مسعود لما قال ما هكذا أقرأني، هذا تجويد. انتبهت كيف؟ بدأ على شكل ملاحظات تنبيهات، ثم بعد ذلك ما ذكرنا ذوق للحروف من حيث خروج أماكن خروجها وصفة خروجها، وبدأ التدوين في ذلك في عصر التدوين، وبدأت تظهر المؤلفات في هذا العلم التي تغطي هذا الجانب. طبعا لما يؤلف الناس في علم من العلوم يعني لا يكتب للجميع القبول، سبحان الله، هذا القبول سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. يعني قد تجد مؤلف ألف كتابا وتعب فيه و لكن سبحان الله كتابه ما له قبول، وتجد آخر ألف كتابا قد يكون أقل منه يعني في القدرة أو كذا. يعني تعالوا خذوا مثل كتاب الأربعين النووية للإمام النووي، بالله عليكم يعني شو في هذا الكتاب سر؟ عالم من علماء الأمة أتى إلى كتب الحديث فانتقى منها 40 حديثا ووضعها في كتاب، شغلة صعبة؟ وفعل غيره كثير من العلماء، جمعوا 40ات. لكن الآن انظر في الأمة ما يكاد يخلو بيت مسلم من 40 النووية. ليه؟ أنا نفسي ما بعرف ليه. هذا سر من أسرار الله، فأسأل الله لي ولكم القبول. من الكتب التي ألفت في التجويد وكتب لها القبول ما نظمه الإمام محمد بن الجزري رحمه الله، وكما أسلفت هو من علماء آخر القرن الثامن، ولد في منتصف القرن الثامن وعاش إلى آخره، وأيضا عاش 33 سنة من
أول القرن التاسع. هذا الإمام ألف كتبا عديدة كما سيأتي معنا في ترجمته إن شاء الله تعالى. من جملة تلك المؤلفات منظومة في 107 من الأبيات، في 107 من الأبيات، سماها منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. نظمها من بحر الرجز، وبحر الرجز هو أسهل البحور الشعرية لأنه على وزن مستفعل 6 مرات، 3 على اليمين و3 على الشمال، مستفعل 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 مستفعل. شو يعني؟ متحرك ساكن، متحرك ساكن، متحرك متحرك ساكن، مس هذا متحرك ساكن، تف هذا متحرك ساكن، عيل متحرك متحرك ساكن. فهذا من أسهل البحور، لذلك بيسموه حمار الشعراء، يعني لأنه الله يكرمكم الحمار مين ما كان بيركبه يعني، أما الحصان بده يعني فارس ماهر. فالبحور الأخرى يعني بدها من تدرب على الشعر حتى صار سجية عنده. أما الرجز يعني فكانوا ينظمون ببحر الرجز لسهولته، لكونه سهل على الشباب المسلمين وأولادهم، لإمكانية تغيير القافية، لأنه في الرجز كل بيت له قافية، كل بيت له قافية، فيكون آخر صدر البيت كآخر عجوزه، انتبهنا كيف؟ فبيكون الشاعر يعني عنده قدرة على التغيير في القافية، مما يعطيه سهولة في الحركة. وهذا من يعني من أفضال علمائنا. يا أخواننا، نحن ننتمي لأمة عظيمة، الله يرضى عنهم ساداتنا العلماء في كل فروع المعرفة الشرعية، جزاهم الله عنا خيرا. يعني نظموا لنا في الفقه، نظموا لنا في النحو، نظموا لنا في التجويد، نظموا لنا في القراءات، نظموا لنا في التفسير، نظموا لنا في أصول الفقه، ما تركوا علما إلا ونظموا فيه، ونظموا أشياء مبسطة للمبتدئين، نظموا أشياء مطولة للمتعمقين، انتبهتوا؟ ما تركوا شيء. يعني كالذي يطبخ طبخة ويتقن طبخها ثم يقول يا أخي تفضل ذوق، يعني أنت طبخت لك أنا بس أنت افتح فمك يعني ومد يدك وكل. فيعني علماؤنا جزاهم الله خيرا احتاروا كيف يقدمون لنا العلم بأسلوب شيق، بأسلوب محبب، بأسلوب نحفظه. تصوروا أن أبا مزاحم الخاقاني وهو من أول من نظم في التجويد يقول لطالبي منظومته في التجويد، يقول ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالدخر. يعني معنى كلامه لو أستطيع لو وضعت علمي في كأس وسقيتكم إياه. انظروا إلى حب الخير، انظروا إلى النفسية المعطاءة، النفسية المعطاءة التي تحب الخير للآخرين. ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالدخر، يعني لم أدخر هذا العلم وأخفي عنكم، وإنما أتيحه لكم وأيسر لكم هذا العلم. فجزاهم الله خيرا. هذه المنظومة أقبل عليها العلماء منذ أن ألفت وتلقتها الأمة بالقبول، وتبارى في شرحها كثير من العلماء، كثر جدا الذين شرحوا المنظومة الجزرية، وكل يشرح بحسب ما فتح الله سبحانه وتعالى عليه. هذا يشرح فيهتم بالنحو والإعراب، هذا يهتم بالمعاني، هذا يهتم بالنقاشات، يعني كل واحد يشرح بحسب ثقافته هو. ومن أكثر الشروح التي لاقت رواجا عند الأمة شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو تلميذ تلاميذ ابن الجزري. يعني شيخ الإسلام زكريا على من قرأ القرآن وتلقى على تلاميذ الإمام ابن الجزري. سمى شرحه هذا الدقائق المحكمة في شرح المقدمة، الدقائق المحكمة في شرح المقدمة. وأنا قد عملت لكم بفضل الله عز وجل يعني شرحا
يعني من جملة من مجموع ما قرأت ومن مجموع ما اطلعت عليه من كلام القدماء وكلام المحدثين، واستعنا بالصور واستعنا بالتمثيل حتى نسهل ونوضح ما استطعنا من معاني هذه المنظومة التي بإذن الله تعالى على مدار أسبوعين تقريبا إن كان في أجل بقية نتدارس بمعيتكم معاني هذه المنظومة كل يوم بين المغرب والعشاء، على ما فهمته من الإخوة القائمين على المنتدى الذين فاتني أن أشكرهم في بداية حديثي، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، فبلساني ولسانكم أشكر الإخوة القائمين على المنتدى الإسلامي الذين أتاحوا لنا هذه الفرصة لنجتمع ونتدارس في هذا العلم الشريف وفي شرح هذه المنظومة. كما نرى على اللوحة أمامنا منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلم من نظم شيخ القراء والمحدثين. ابن الجزري كان من القراء وكان من المحدثين، لكن علم القراءات والتجويد غلب عليه، فشهرته فيه أشد من شهرته بعلم الحديث، لكنه كان من المحدثين، وهذا معروف عند المشتغلين بالحديث. محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري رحمه الله، المولود سنة 51 و700 هجرية، والمتوفى سنة 33 و800 هجرية. منظومته هذه من الكتب القليلة التي بقيت إلى عصرنا تروى بالسند المتصل إلى أصحابها. كانت الكتب يا إخواننا كتب العلم تروى إلى مؤلفيها بالإسناد، لكن بعد ذلك ظهر يعني عادة اسمها الإجازة العامة، الإجازة العامة بدل الإجازات الخاصة. الإجازة الخاصة أن يقرأ الطالب مثلا هذه المنظومة على أستاذه ويضبطها، ويكون أستاذه قد ضبطها على مين؟ على أستاذه، وهكذا إلى صاحبها. هذه إجازة خاصة. كثرت الكتب والمؤلفات، صار الناس يستسهلون أن يجيزوا بالجملة بالكوم يعني، فظهر شيء اسمه إيش؟ الإجازة العامة. هذه الإجازة العامة أنا بعتبرها بلاء، في ناس بيسموها للبركة، أنا بعتبرها بلاء. ليش البلاء؟ لأنه صارت وهم من الأوهام، وصار بعض إخواننا يفرحون بها، ويظن الواحد منهم أنه قد صار عالما بمجرد أنه زار فلان المسند وقال له ذلك المسند أجزتك بما يجوز لي روايته من مشهور ومنقول من فروع وأصول، ولا الضالين آمين، وبيفرح بيطلع فرحان أنه أنا مجاز. مجاز بإيش يا أخي؟ بإيش مجاز؟ هل فتحت الكتاب الفلاني؟ أنت ما فتحته، يعني أنت فرحان أنك مجاز فيه، طيب وبعدين؟ أعندك القدرة على أن تقرأ بهذا الكتاب؟ الجواب لا. أتعرف محتوى؟ الجواب لا. أعندك القدرة على تدريسه وتعليمه؟ الجواب طب شو معنى مجاز؟ وهذه العادة انتشرت طبعا حتى بعصر الجزري موجودة قديمة، في 100 السابعة كانت موجودة، حتى صاروا يبالغون فيها ويجيزوا الأولاد الصغار ويجيزوا من سيولدون، يعني دخلنا في عالم الخرافة. فأنا لا أحب هذا أبدا، أنا أحب الإجازة التي هي شهادة من الأستاذ إلى الطالب أن فلان قرأ علي وأتقن، أتقن يستحق الإجازة، ما أتقن عذرني. فأعود فأقول إن المنظومة الجزرية من الكتب القليلة في عصرنا التي ما زالت ولله الحمد والمنة تروى بالسند المتصل إلى ناظمها إماما عن إمام، ولعلي أطلعكم على أحد أسانيدها فيما بين يدينا من لوحات في جلسة أخرى إن شاء الله. قال رحمه الله في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا عادة الذين يؤلفون وينظمون، يبدأون كتبهم بإيه؟ بالبسملة. ما تعلمون أن هناك آثار واردة، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي روايات بالحمد لله بدل بسم الله، وفي روايات بدل أبتر أجزم، وفي بدل أجزم أقطع. هذا يدل على أن الصحابة أو الراوي بالأحرى كان يروي بالمعنى، يروي بالمعنى، فهذا يقول أبتر وهذا يقول أجزم وهذا يقول أقطع.
المهم أنه يعني مقطوع البركة، فالبسملة فيها كل الخير. انتبهنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسمي، هي شو هي بسمي؟ الباء حرف جر كما نعلم، ما هي؟ واسم مجرور بإيش؟ بالباء. ما هو الاسم؟ اسم عبارة عن همزة سين ميم. نرى أمامنا على اللوحة، اللوحة الظاهرة، مشتقة من وسما، هكذا العلماء يعني حاولوا أن يستنبطوا لها من أين اشتقت، فقال بعضهم إنها مشتقة من وسما، وسمت الشيء يعني وضعت له علامة، أو من سموى، سموى اللي هو على، سما يسمو على يعلو. فأنا لما أقول مثلا إيش أقول مثلا كأس، فإن أعينكم تأتي تترك كل هذه الأشياء التي حولنا وتلتفت إلى هذا، وكأن هذا الشيء قد سما وارتفع لما ذكر اسمه. انتبهنا شلون؟ فمن السمو اللي هو الرفعة، أو من وسما بمعنى وضع له علامة، يعني بمعنى وضع له رمزا، الآن بيسموها كود، بيقولوا كود نمبر. فالاسم مشتق من وسما أو من سموى. باسمي جار ومجرور. دائما يا إخواننا، بس أحيانا من نضطر نطلع شوي عن التجويد، سامحونا. الجمل عند العرب إخواننا نوعان لا ثالث لهما، إما جمل فعلية أو جمل اسمية. الجملة الفعلية عند العرب لها ركنان أساسان، فعل وفاعل، والجملة الاسمية لها ركنان أساسان، مبتدأ وخبر. فإذا جاء جار ومجرور في جملة فعلية، تعلق الجار والمجرور بإيش؟ نعم. وإن كان بالجملة الاسمية تعلق بمين؟ بالخبر. انتبهنا شلون؟ فأنا لما بقول بسم الله، يعني مثلا لما بدي أنا أبدأ كلامي قول بسم الله الرحمن الرحيم، طب هذا البسم متعلق بمين؟ إن قدرت أنني قلت ضمنا أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، فهنا تعلقت بإيش؟ بالفعل، الفعل أبتدئ. وإن قلت ابتدائي حاصل بسم الله، ابتدائي مقرون بسم الله الرحمن، فبيكون متعلق بإيش؟ بابتدائي اللي هو بالخبر اللي هو حاصل أو كائن. انتبهنا كيف؟ بسم الله، الله جل جلاله وعز نواله اسم الذات العلية خالق الوجود جل جلاله، أصله الإله، قيل هكذا، قيل أصله الإله، قيل إنه علم ليس له اشتقاق، هكذا يعني بسموه، يعني أطلق هكذا بداءة الله، وقيل لا مشتق من إيش؟ من الإله بمعنى المألوه اللي هو المعبود يعني، وهو علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد جل جلاله. الرحمن الرحيم، رحمن على وزن في علم الصرف، يقولون رحمن على وزن إيش؟ فعلان. رحيم في علم الصرف على وزن إيش؟ فعيل. إذن وصفان بنيا من الرحمة للمبالغة بوزن فعلان وفعيل. بعد البسملة أتى في المنظومة الجزرية البيت الأول، يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. يقول راجي عفو رب، كم كلمة هذه؟ ثلاث كلمات، فسرت بثلاث، راجي عفو رب مؤمل صفح مالك. فراجي شو يعني؟ مؤمل. عفو شو يعني؟ العفو الصفح. الرب من هو الرب؟ المالك. ما بيقول لك رب الدار أو رب المنزل، يعني بمعنى مالك المنزل. سامع، سامع هذه تأتي بمعاني عديدة، من جملة المعاني التي لها المجيب، سامع يعني مجيب، ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده شو يعني؟ استجاب، لأنه الإنسان لما كان راكع شو عم يقول؟ سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، وبحمده، فهو إيه؟ يحمد الله. فلما رفع كأن صوتا أتى من فوق فقال سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله
استجاب الله لمن حمده، هذا يستوجب إيش؟ الشكر. فيقول ربنا ولك الحمد. لما نقول سمع الله لمن حمده نقول ربنا ولك الحمد، نحمد الله على إيش أو نحمد الله على إيش؟ على أنه استجاب تسبيحنا وتحميدنا الذي قلناه في الركوع. نعم. إذا ومنه إسماعيل. صار الأذان. نعم سيدي. اجلس. لا استغفر الله. ومنه إسماعيل. إسماعيل أيضا بمعنى استجابة الله، لأنه إيل في العبري القديم الله، انتبهنا، إسماعيل يعني استجابة الله، لأن إبراهيم عليه السلام دعا بالولد، دعا بالولد كبرت سنه وليس عنده ذرية، فدعا بالولد فاستجاب الله دعاءه ورزقه هذا الولد فسماه إسماعيل، يعني استجابة الله، انتبهت كيف؟ وهكذا الأسماء المبدوءة المنتهية بإيل، إيل يعني الله في العبرية القديمة. إذن سامعي بمعنى مجيب، بمعنى مجيب. بعض إخواننا كان اعترض أنه قال ما في الأسماء الحسنى سامع. الأسماء الحسنى يعني ما ورد تعيينها إلا في حديث الترمذي الذي قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. الكتب كلها ذكرت إلى هنا، زاد الترمذي بعد هذا قال هو الله الذي لا إله إلا هو، الحديث المشهور الذي يطبعه الناس ويتداولونه، لكن هذا لا يعني أن تلك الأسماء يعني محصورة ولا زيادة عليها، فهناك أسماء كثيرة لله سبحانه وتعالى ليست في 99، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اشفي أنت الشافي، فليس في الأسماء 99 الشافي. فهنا سامع بمعنى مجيب، والله عز وجل له الأسماء الحسنى وله إيش الصفات العليا، فمن الذي يستجيب دعاء عبيده؟ المولى سبحانه وتعالى. فلهذا هذا الاعتراض ما تتعمقوا كثير بهالأشياء. محمد بن الجزري، هنا محمد بن الجزري نسب رحمه الله إلى يعني إلى جده البعيد مباشرة، انتبهنا كيف؟ مثل ما نقول الآن يعني اسم العائلة، المعروف من نسبه محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الجزري رحمه الله تعالى. الجزري كما نرى على اللوحة نسبة أجداده، أجداد نسبة، أو أما هو فدمشقي، ولد في دمشق رحمه الله كما سيأتي معنا بعد قليل. وهي كلمة الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر على نهر دجلة، وتسمى في عصرنا جزيرة بوطان. جزيرة بوطان يعني شمال شرق سوريا، إذا دخلت في الأراضي التركية عدة كيلومترات تجد بوطان، هذه جزيرة ابن عمر، منها الدكتور أبو للدكتور البوطي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله، أبو الشيخ ملا رمضان رحمه الله نحن أدركناه ولله الحمد، كان ما شاء الله من العلماء العاملين الورعين، كان استقامة عجيبة، لا أريد أن أتبحر في هذا، لكن أذكر أنه جاوز 100، وأخبرني أحد من كان يلازمه أنه خرج معه مرة من المسجد، فالشيخ ملا رمضان رحمه الله لبس أكرمكم الله الحذاء الأيسر قبل الأيمن سهوا، فلما انتبه عاد فخلعه ثم لبس اليمنى ثم اليسرى، إلى هذه الدرجة من المراقبة، إلى هذه الدرجة من المراقبة رحمه الله. هذا يعني هيك استطراد بعيد عن هذه الجزيرة ينسب إليها أجداد ابن الجزري. هذه الخريطة التي نراها أمامنا، هذه التي ترونها النقطة السوداء على إلى جانب نهر دجلة هي جزيرة ابن عمر. ابن عمر ليس الصحابي، وإنما وال كان من ولاة الجزيرة يقال له ابن عمر، فنسبت الجزيرة إلى ذلك الوالي. أعود فأقول أجداد ابن الجزري من هذه المنطقة وليس هو، أما هو فدمشقي المولد والنشأة. محمد بن الجزري الشافعي، الشافعي يعني مذهبا، مش شافعي نسبا،
طبعا كان عادة العلماء أن يذكر الواحد منهم مذهبه الفقهي وأن يذكر بلده، مثلا يقول الكذا، وقد يذكر قبيلته، انتبهنا كيف؟ فمن باب التعريف، لأنه قد تتشابه الأسماء أحيانا. طبعا الشافعي مذهبا نسبة إلى الإمام محمد ابن إدريس الشافعي القرشي رحمه الله، المتوفى سنة 420 هجرية، الإمام المعروف الذي يقلده في الأحكام الشرعية ملايين المسلمين، جزاه الله خيرا ورحمه. ابن الجزري حج والده سنة 50 و700 وشرب من ماء زمزم على نية ولد عالم. بده ولد وشو بده يا كمان؟ عالم، مو أي ولد. حج سنة كم؟ 50 و700 وشرب من ماء زمزم على نية ولد عالم. طبعا إخواننا أنتم تعرفون أن زمزم أنبعه الله سبحانه وتعالى استجابة لملهوف، وهي السيدة هاجر، فبقي فيه سر الإجابة. هل عرفتم لماذا يستجاب الدعاء عند شرب زمزم؟ لأن فيه سر الإجابة، هذا الماء نبع إجابة وإغاثة لملهوف، فلما الإنسان يرفع يديه ملهوف ويشرب من هذا الماء الذي ما أنبعه الله في الماضي إلا استجابة لملهوف، بقي سر الإجابة في هذا الماء. من هنا قال صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. وفي الحديث الأخرى: زمزم لما شرب له. وأكيد أغلبكم لكم مجربات في هذا الماء المبارك، الحمد لله على وجوده، والحمد لله على أنه ما زال متاحا إلينا بعد مضي تلك القرون المتطاولة. إذن حج أبو سنة، طبعا الحج بأنه شهر يا أخواننا؟ ذي الحجة، مو برمضان. فحج في ذي الحجة، ذي الحجة شهر رقم 12 أليس كذلك؟ محرم، صفر، ربيع، ربيع، جماد، جماد، رجب، شعبان، رمضان. ولد محمد بن الجزري بأنه شهر؟ ب25، يعني مدة الحمل، مدة الحمل ولد ليلة 25 من رمضان. شايفين الإجابة كيف؟ ما شاء الله. ولد ابن الجزري في دمشق ليلة 25 من رمضان سنة 51 و700. أنهى حفظ القرآن وعمره 13 عاما. سمعنين يا شباب، قديش عمرك أنت؟ إيه طيب، ابن الجزري كان أصغر منك لمعه، شد همتك شوي، الله يرضى عليك. وصلى به إماما وهو ابن 14 سنة. طبعا مين بيصلي إمام؟ المتمكن. صلى به، به بإيش يعني؟ فهمتوا يا شباب؟ مو إنه والله أنا حافظ 20 وماكن منهم 3 أجزاء. إذا ماكن منهم 3 أجزاء إذا أنت حافظ 3، لا تقول حافظ 20. حافظ 20 صلي بنا إماما، عندئذ أنت شو حافظ؟ 20. أما بتعطيني رقم كبير وهمي ورقم صغير عملي، العملي هو الذي تحفظه. انتبهنا يا إخواننا. أفرد القراءة، طبعا بعد أن أتقن القرآن انتقل إلى العلم الذي بعد إتقان القرآن، وهو علم القراءات القرآنية. فالقراءات كما تعلمون سوف قد نتعرض له فيما بعد، كيفية نطق ألفاظ القرآن الكريم كما رويت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل في هذا العلم علم القراءات، ويبدأ بقراءة إفراد، يعني ختمة لفلان، ختمة لفلان، ختمة على الطريق، على رواية قالون مثلا، ختمة على رواية ورش، ختمة على رواية فلان. أفرد القراءة على عدد من الشيوخ وعمره 15 عاما. شايفين الهمة؟ شايفين النجابة؟ شايفين الاختصاص والاصطفاء الرباني؟ يعني اجتمعت الهمة، الاصطفاء الرباني، فأنبتت وأخرجت لنا هذا الإمام العلم رحمه الله. بعد ما أفرد جمع القراءات بمضمن كتب على الشيخ ابن اللبان. ابن اللبان من أعظم الأئمة الذين كانوا في دمشق في عصر ابن الجزري. بالإضافة إلى علم القرآن وقراءاته، اتجه الجزري أيضا إلى علم إيش؟
الحديث النبوي الشريف، سمع الحديث على عدد من تلاميذ الدمياطي والأبرقوهي والفخر بن البخاري وغيرهم. ابن البخاري لا تحسبوا يعني ابن الإمام البخاري، لا، اسمه ابن البخاري، وإلا بينه وبين البخاري قرون. بالإضافة إلى القرآن والحديث أيضا أخذ الفقه عن عبد الرحيم الإسنوي. في كثير من طلاب العلم بيقول لك الأسنوي أو الأسنوي، هو إيه؟ الإسنوي بكسر الهمزة، وغيره من العلماء. يعني إذن شوفوا كيف يجب طالب العلم أن يأخذ من كل فن بطرف يا إخواننا. يعني ما بكفي قرآن 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 قرآن، وإذا سألته شوي برات القرآن بتلاقيه طل طميس، ما بيعرف الجمعة من الخميس، بده يأخذ شوية نحو، على شوية صرف، على شوية عروض، على شوية حديث، على شوية فقه، طبعا التوحيد قبل الكل علم التوحيد، على شوية تفسير، على السيرة النبوية الشريفة، على الفقه، على التجويد. إذن من كل فن بطرف، هكذا طالب العلم. ثم بعد ذلك يتخصص في علم أو علمين. وهنا كتاب كنا قرأناه زمان، يا ريتكم تستفيدوا منه، اسمه تعليم المتعلم طريق التعلم للزرنوجي رحمه الله. تعليم المتعلم طريق التعلم. معيب جدا أن يتعمق الإنسان في علم ويكون جاهلا تماما في غيره من العلوم. انتبهتوا يا أخي؟ فلاحظوا كيف سيدنا الجزري رحمه الله يعني أخذ القرآن، أخذ الحديث، أخذ الفقه. ملاحظين كيف عم ينتقل من عالم طالب العلم بيكون نهم عنده نهم. أخذ إذا بعدين قرأ الأصول، أصول اللي هو أصول الفقه، انتبهتوا كيف؟ وعلوم البلاغة على مين؟ على سعد الله القزويني رحمه الله، وأذن له بالإفتاء شيخ الإسلام إسماعيل بن كثير والبلقيني. انتبهنا؟ نعم. طبعا لما بيأذنوا له بالإفتاء معناته هذه شهادة. يعني ابن كثير صاحب التفسير لما بيقول ابن الجزري أذنت لك بالإفتاء، معناها لمس منه القدرة على الفتوى، وأنه طالب علم درجة أولى مجتهد. جلس للإقراء. أيوة، شايفين كيف يا إخواننا؟ إذن الشطر الأول من العمر شو بنعمل يا شباب؟ شو بنعمل يا ابني؟ أيوة، بدنا نتعلم. فلذلك يعني أنا أخاطب الشباب، لأنه ما زال الطريق أمامهم إيش؟ عليهم أن يفعلوا هكذا. أما يعني الشياب أمثالي يعني بيأخذوا من الله يوفقهم، يعني ما يستطيعون. لكن الطالب العلم المضبوط هو الذي يبدأ بأمثال سنكم يا ابني، أنتم الصغار. والحمد لله هذا العبد الذي أمامكم بدأت مثلكم، بدأت وعمري 12 عاما، ولولا ذلك لما وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. إذن بعد أن ابن الجزري رضي الله عنه تعلم وقرأ والحديث والفقه والإفتاء والأصول وأصول الفقه، عندئذ حق له أن يجلس للتعليم. وفين؟ تحت قبة النسر في الجامع الأموي بدمشق. قبة النسر هي التي ترونها أمامكم على الشاشة. شوف هيك، جرب القبة ليست التي على يمين الصورة، التي في وسط المسجد، هذه في مسجد بني أمية وإلى الآن موجودة، اسمها قبة النسر. كان يجلس تحتها كبير البلد في ذلك العلم. يعني الفقهاء مين بيجلس بيدرس تحت القبة النسر؟ كبير الفقهاء، مو أي واحد تعلم له كلمتين وقرأ له كتابين وطول لحيته صار شيخ المشايخ. العلم مو باللحى يا إخواني، إخواننا الأفغان اللحية عندهم إياها عادي وليست عبادة. العلم على الركب، ولا يجوز للإنسان أن يجلس ليعلم إلا بعد أن يقتل ذلك العلم بحثا. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا علم أخا فهم لإدراك العلوم، ولم يدر الجهول بأن فيها غوامض حيرت فكر الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ
ضللت عن الطريق المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم. توما الحكيم هذا كان يتعلم الطب من الكتب، وكان يعالج، ما جلس إلى طبيب أستاذ، وإنما اشترى كتب الطب وقعد يقرأ. بالجملة مر معه تبع في الحبة السوداء شفاء من كل داء، النسخة كان فيها وسخة، قرأها شو في الحية السوداء شفاء من كل داء، شلون تعمل؟ قال إنه تحمس على النار ثم تدق وتسقى للمريض. راح جاب حية سوداء وقتلها وحمصها على النار ودقها وسقاها للمريض فمات. قالوا له قتلت الرجل؟ قال لهم أبدا، الحديث القرآن موجود بالحديث. ها وفين الكتاب؟ جابوا الكتاب، فإجا واحد عمل بإصبعه كده فحك النسخة فطلعت إيش؟ وسخة. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم. بلغني من ثقة أن أحد الخطباء وللأسف في بلدة ما من بلاد الإسلام قال على المنبر يحمل هذا الدين من كل خلف عدو له، بدل إيش؟ بدل عدوله. أرأيتم من يأخذ العلم من الكتب؟ إيش عدو له؟ من فين جبتها؟ لو تلقى، لو جلس إلى أستاذ لتعلم. انتبهتوا يا إخواننا؟ فالعلم من الأشياخ، العلم على الركب. فبعد أن صار ابن الجزري وصل إلى تلك المرحلة حق له أن يجلس تحت قبة النسر في الجامع الأموي، وبنى فيها أي في دمشق دارا لتعليم القرآن، سماها دار القرآن الكريم. أظن نحن إلى صلاة العشاء ولا كيف؟ كم باقي على الأذن؟ لا لا، حتى أعرف بس كيف النظام. إلى الصلاة إن شاء الله. طب كم باقي كلمني بالوقت، كم باقي؟ ربع ساعة. ابن الجزري رحمه الله قام برحلات عديدة، من جملتها ما ترونه على اللوحة أمامكم، دخل بلاد تركيا أو تركيا ونزل بمدينة بورصة. ولكني أريد أن أحكي لكم كيف ولماذا ذهب إلى تلك البلاد. كان ابن الجزري، وانتبهوا يا شباب ويا طلاب العلم، كان ابن الجزري في الحجاز في الحج، فأخبره بعض الوافدين من أطراف العالم، قالوا له إن في مدينة بروسة، بروسة في تركيا هي اسمها اليوم بورصة، إن في مدينة بروسة طلابا للعلم للقرآن ليس لهم أمل في الدنيا إلا أن يقرأوا عليك، ولكن تمنعهم قلة ذات اليد أن يسافروا إليك. فقال أنا أذهب إليهم. شو قال؟ أنا أذهب إليهم. لفين بده يروح؟ من الحجاز، متصورين الخريطة أنتم؟ من الحجاز إلى تركيا، وما كان وقتها في الخطوط السعودية يعني، فعلى إيش بده؟ على أنه خطوط بده يحجز. فركب البحر من جدة إلى مصر، ثم تابع إلى القاهرة، ومنها بالبر إلى الإسكندرية. بده يأذن؟ طيب نتوقف لسماع الأذان. ما بعرف، فتحوا. فقال الجزري رحمه الله أنا أذهب إليهم. فركب من جدة في البحر إلى مصر، إلى الساحل المصري، ثم تابع بالبر إلى القاهرة، ومنها إلى الإسكندرية أيضا بالبر، ومن الإسكندرية ركب البحر إلى مدينة أنطاكية على الطرف الآخر من البحر الأبيض المتوسط. وصل إلى أنطاكية ونزل ضيفا على أحد أهل أنطاكية، طبعا ما كان في فنادق في ذلك الزمان. وصادف ليلة وصوله إلى أنطاكية أن واحدا من أولئك الطلاب الفقراء الذين كانوا في بروسة
لم يعد يعني يتحمل، يعني ما عاد يصبر، يريد أن يقرأ على ابن الجزري، فقال يعني بده يروح يقرأ ولو يعني أن يسأل الناس. فذهب وسأل ابن الجزري فين، قالوا له في الحجاز، فأراد أن يذهب، فذهب من بورصة ووصل إلى أنطاكية. شايفين؟ وتزامن مجيئه إلى أنطاكية مع مجيء ابن الجزري دون علمه بذلك، هو يظن ابن الجزري فين؟ في الحجاز. فين بده يروح؟ لا في فنادق ولا بيعرف حدا ولا معه مال. دخل صلى العشاء مع الناس في المسجد، بدأ الناس يخرجون، جلسوا وفين بده يروح؟ فأحد أهل أنطاكية لاحظ، فأتى إلى هذا الشاب وسلم عليه، قال له: يا أخي أنت غريب؟ قال له: نعم. قال: تعرف أحد في البلد؟ قال له: لا. قال: تفضل معي. فأخذه، أخذ أحد أهل أنطاكية ذلك الطالب الفقير واستضافه في بيته ووضع له طعام العشاء وجلس يسامره. فمن جملة ما قال له، قال له: لقد وصل اليوم إلى مدينتنا عالم كبير من علماء الإسلام اسمه محمد ابن الجزري. فلما الطالب سمع هذا الاسم قام وقعد، قال: ابن الجزري في أنطاكية؟ قال له: نعم. قال: والله لا أنام حتى أراه. قال له: غدا في الصباح. قال: والله لا أنام حتى أراه. فذهبوا وسألوا عن البيت الذي ينزل فيه الجزري رحمه الله. فلما اجتمع ذلك الطالب بابن الجزري أتى إليه وصار يقبله ويبكي وفرح فرحا شديدا، وبادله الجزري ذلك الإقبال، وجلس من أجل هذا الطالب في أنطاكية إلى أن ختم عليه ذلك الطالب القرآن. ثم تابع طريقه إلى فين؟ إلى بروسا. من أجل مين؟ الطلاب الفقراء، يعني لا لهم ابتعاث ولا وعدوا براتب قدره كذا ولا في بدل سكن ولا في ولا في ولا في ما بعرف إيش، رايح لله تعالى لنشر القرآن. هذه من سميها يا إخواننا الرحلة في تعليم العلم، غير الرحلة في طلب العلم. طلب العلم له لذة، أنا لما أسافر لأطلب العلم صحيح أنني أتعب وأنفق المال وا وا وا، لكن بالمقابل أنا شو عم بعمل؟ عم حصل العلم. لكن لما أنا أنفق المال وأتعب من أجل أن أعلم غيري، مومي ما كان يستطيع أن يفعل هذا إلا إذا كان مملوءا إخلاصا. فوصل إلى بروسا واجتمع عليه الطلاب الفقراء وفرحوا به جدا وجلس يعلمهم. أيام قليلة وصل خبره إلى السلطان بايزيد خان بأنه قد دخل في مملكتك عالم كبير من علماء الإسلام اسمه فلان، فدعاه. ولما قابل السلطان سأله عن سبب قدومه فبين له السبب. شوفوا شغل ربنا سبحانه وتعالى. فقال له السلطان: أنت أستاذ أولادي أولا، ثم من شئت من الناس. وأمر له بدار، يعني بدل سكن، وإصطبل مع دواب، يعني بدل مواصلات، وعبيد وجواري، يعني خدم وخادمات، وأجرى له جراية. جراية يعني عمل له مرتب شهري. شو رأيكم؟ يقول أحد العلماء وأظنه ابن عطاء الله: جل الله من أن يعامله العبد نقدا فيعامله الله نسيئة، وما تنفق من شيء فهو يخلفه. أنت جئت من أجلي وحبا بنشر كتابي، سوف أعطف عليك قلب عبد من عبيدي اسمه السلطان بايزيد. فأنا في حياتي والله ما رأيت إنسانا خدم القرآن وصدق في خدمته إلا وأكرمه الله من حيث لا يحتسب، بس بشرط واحد: أن يصدق في خدمة كتاب الله وفي تعليم الأمة وفي نفعها، كحال شيخنا الجزري. هذا الذي ذكرته لكم مختصره ما ترونه على اللوحة. دخل بلاد تركيا، عرفتم لماذا دخل بلاد تركيا؟ ونزل بمدينة بورصة فأكرمه السلطان العثماني بايزيد خان وعظمه،
لماذا ألقى الله في قلب السلطان تعظيمه؟ لأن الجزرية عظم كتاب الله فعظمه الله. انتبهت يا إخواننا يا طلاب العلم. ونشر القراءات والحديث فيها لعدة سنين، وفيها ألف كتاب النشر في القراءات العشر، وألف فيها أيضا منظومة طيبة النشر في القراءات العشر. القراءات العشر يعني هذه ما حنتوسع فيها كثير. خلاصة الكلام يا إخواننا أن القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين، لكن العرب، وأرجو أن تركزوا معي قليلا، في زمن النبوة كانوا كحالهم اليوم، قبائل شتى بينها قواسم مشتركة في النطق ولكن بينها فروق. فلا تتصوروا أن العرب في زمن النبوة كلهم كانوا ينطقون نطقا واحدا، هذا ليس صحيح. بعض القبائل العربية في زمن النبوة يقولون بير، وبعضها الآخر يقول بئر، بعضهم يقول موسى وبعضهم يقول موسى، والثالث يقول موسى، هكذا يقول. قرأ رجل على عبد الله بن مسعود طه، فقال له ابن مسعود طيه، فقال يا أبا عبد الرحمن أوليس أمر أن يطأ الأرض؟ طه يعني طأها. فقال له أقرئك كما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم طيه. انتبهت كيف؟ إذن هكذا القبائل. فمن هنا جاء ما يسمى بإيش؟ بالقراءات القرآنية. القراءات القرآنية كان فيها مراعاة لحال العرب زمن نزول القرآن. قبيلة تقول عليهم غير المغضوب عليهم، ما يجيدون إلا ذلك، وقبيلة ثانية تقول عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما تحاول معه، لا يستطيع أن يعدل لسانه. والله وحدثت معي منذ 28 عاما في جدة هذه نفس القصة هذه. والله أحد الإخوة من أصول البادية، أصله من البادية، يعني كبير نسبيا في السن، والله يا إخواننا ربع ساعة على أن ينطق عليهم غير المغضوب عليهم، ما في فائدة. أنا أقول عليهم، يقول لي عليهم، أقول يا أخي عليهم، يقول لي عليهم، أقول له عليه، يقول هو عليه. عظيم، شفت هذه عليه، الآن سوف نضع بعدها ميم، عليه عليهم، يلا قول، يقول لي عليهم. ما في فائدة. فهذا بعد 1400 سنة من نزول القرآن، فما بالك بذلك الزمان. فلذلك كما تعلمون أن الله تعالى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم القرآن، كما ورد إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا كما علمتم، وروي عن سيدنا علي إن رسول الله يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم. فمن كل إنسان كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم علم. فنشأ عندنا شيء اسمه إيش؟ القراءات القرآنية. تصدى لها أئمة كما ذكرت منذ قليل، أفنوا الصدر الأول من أعمارهم في تلقي القرآن، والصدر الثاني والشطر الثاني من أعمارهم في تلقين القرآن، فعرفت تلك القراءة بهم. فصار الواحد يقول لأخيه بقراءة من تقرأ؟ فيقول بقراءة نافع، يقول أما أنا فأقرأ بقراءة ابن كثير. ليس معنى هذا أن ابن كثير اخترع قراءة من عنده، أو إن نافع اخترع قراءة من عنده، وإنما لملازمته لتلك الكيفية في التعليم التي نقلها عن شيوخه، صارت تنسب تلك الكيفية إليه، فيقال قراءة نافع. إذن هي نسبة لزوم وملازمة، لا نسبة اختراع. انتبهتم يا إخواننا؟ فهذه القراءات لها سلاسل، يعني مثلا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن نافع، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن نافع، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن نافع. انتبهتوا؟ وبعد نافع بيجي ابن كثير، وبعده ابو عمرو، سلاسل كثيره جدا. فجاء الامام الجزري رحمه الله
فاستوعب كتب القراءات القرآنية التي كانت في القرون التي قبله، قبل 100 الثامنة، استوعب أغلبها، يعني أغلبها بكثرة كاثرة، مو أغلبها يعني بأكثر من 90%. بعد أن استوعبها نظر في سلاسلها فوجدها ليست كلها سواء، فانتقى سلاسل على شرط الإمام البخاري. والبخاري رحمه الله لما أودع في كتابه الجامع الصحيح الأحاديث انتقى الأحاديث التي سلاسلها تحقق فيها المعاصرة واللقيا بين الرواة، ليس المعاصرة فقط، يعني فلان اليمني يروي عن فلان الأندلسي، طب إمتى اجتمعوا؟ العصر يحتمل، يعني ولادة هذا ووفاة هذا تحتمل، لكن متى اجتمعوا؟ إن ثبت لدى البخاري أنه اجتمعوا في الحج مثلا، جاء ذاك من اليمن وجاء ذاك الثاني من الأندلس فاجتمعوا في مكة أو في المدينة، وهناك نقل أحدهم للآخر الحديث فيأخذه، إذن المعاصرة والإيه؟ واللقية. هذا الشرط شرط صعب، بينما الإمام مسلم رحمه الله اكتفى بإيش؟ بشرط المعاصرة ولم يشترط التحقق من اللقية. اللقية يعني مسلم قصده طالما المعاصرة حاصلة فاللقية أكيد حاصلة، لأنهم كلهم ثقات، يعني كلهم أئمة لن يكذبوا، هذا معنى قول مين؟ مسلم. لكن البخاري أحب يكون إيه؟ يعني الأمر فيه احتياط أكبر. فعلى شرط البخاري انتقل الجزري سلاسل عن هؤلاء القراء العشرة، فجمع عن هؤلاء القراء العشرة 1000 سلسلة. كم سلسلة؟ وجمعها في هذا الكتاب الذي ترونه أمامكم على الشاشة، وسماه النشر في القراءات العشر في مجلدين كبيرين، وله طبعات قديمة أنا أقوم بتحقيقه منذ أكثر من تقريبا 15 عاما ولم أنتهي منه إلى الآن، لأن العمل فيه ليس بالأمر السهل، وأسأل الله أن ييسر لي إكماله إن شاء الله تعالى حتى نخرجه للأمة إخراجا لائقا به. ثم بعد أن ألف هذا الكتاب نظمه في 1000 بيت، نظمه في كم بيت؟ سماها طيبة النشر في القراءات العشر، ويقول في آخرها: وها هنا تم نظام الطيبة ألفية سعيدة مهذبة بالروم. شو يعني بالروم؟ يعني في بلاد الروم اللي هي بلاد تركيا. إذن في بورصة نظم طيبة النشر بالروم من شعبان وسط سنة 99 و700. فبهذه البلدة نظم الجزري رحمه، ألف الجزري النشر وأودع فيه الطرق 1000، ثم عاد فنظمه في تلك المنظومة طيبة النشر في القراءة العشر، جزاه الله عنا كل الخير. ومن جملة أعماله رضي الله عنه أن نظم لنا المنظومة التي بين أيدينا، منظومة إيش؟ المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. بعد ذلك حدثت حروب بين تيمور لنج وبين بايزيد خان، كانت الغلبة فيها لتيمور لنج. تيمور لنج معروف، هذا ابن مين؟ ابن جنكيز خان، وجنكيز خان ابن مين؟ ابن هولاكو، يعني ما شاء الله عائلة كلهم حربجية يعني. نعم. فالمهم الله أكرم أنه دخلوا في الإسلام، طبعا المغول كانوا كفار ثم دخلوا في الإسلام، فتيمور لنج يعني كان مسلما وكان يحب العلماء، فلما اكتسح مملكة بايزيد خان وقضى على تلك المملكة ذكر له الإمام ابن جزري فأخذه معه إلى فين؟ إلى بلاد ما وراء النهر، أخذه الأمير تيمور لنج إلى بلاد ما وراء النهر 805. نذكر هيك يعني مسألة تذكر عن تيمور لنج، أنه صار الأذان سيدي بس دقيقة واحدة أعطيها، يذكر أنه تسمعون بجحا، ما هي جحا؟ هذا شخصية حقيقية وليست وهمية، اسمه الشيخ صدر الدين خجة، صدر الدين خجة، لكن خجة بيقولوها جحا يعني هكذا، وكان مشهورا بخفة الدم رحمه الله، فكان معاصر لتيمور لنج. فتيمور لنج قال له مرة: يا جحا، يعني خلفاء بني العباس كان لهم ألقاب، يعني القائم بأمر الله، المقتدر بالله، المنتصر بالله، ماذا تنتقي لي أنا لقبا؟ قال له: نعوذ بالله.
لأنه معروفين المغول كان فيهم. فتيمور لنك أخذ ابن الجزري إلى بلاد ما وراء النهر سنة 805، فأقرأ في تلك البلاد. شوفوا كيف ربي عم ينقله، يعني نحن ظاهرا عم نقول أنه ابن الجزري مين أخذه؟ تيمور لنك، لكن عمليا ربي سبحانه وتعالى كما أنه نشر القرآن في بلاد تركيا الآن وجب عليه أن ننشرها فين؟ في بلاد أخرى. فجعل الله السلطان تيمور لنك يأخذه إلى تلك البلاد، فأقرأ في تلك البلاد سنين واستقر به الأمر في مدينة شيراز. نعم، نقف هنا ونتكلم إن شاء الله في غدا في درسنا عن بقية سيرة هذا الإمام، ونحن ما زلنا عند قولنا محمد بن الجزري الشافعي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.